الطفلة دي قد بنتي، يعني الطفلة دي عمر ليلى عندها 3 سنين، تعرفش حاجة غير بابا وماما. امبارح كان اول يوم ليها تبات جوه الدار. تفتكروا الليلة دي مرت عليها ازاي؟ وهي البنت اتظلمت مرتين الحقيقة، مرة يوم ما تم التخلي عنها أول مرة، تاني مرة اتظلمت وهي كبيرة وهي فاهمة بعد ما ضاقت يعني ايه بيت وحياة وبابا وماما. انتوا مدركين البنت دي هتمر ازاي؟ كل يوم هتسأل ازاي عن مامتها او باباها؟ ان كفالة الاطفال مش ترند ولا موضة ولا حاجة واو لازم نعملها علشان الناس تسقف لنا. ناس محتاجة تعرف ان الاطفال مسؤولية مش لعبة ولا سد خانة ولا لعبة هنلعب بيها شوية ونرجعها. على فكرة دي مش الطفلة بس اللي رجعت امبارح، في ولد تاني رجع عنده 3 سنين كان يوم، والأسرة بتقول ضحكوا عليا علشان طلع الطفل عنده شوية مشاكل صحية. المشاكل الصحية مش مزمنة، مشاكل صحية تقدر تتعامل بيها عملية ويبقى زي الفل، بس لا عايزين نستبدله بقى. اتقال كده، عايزين نستبدله بقى.